صفقة سرية بتجهز ليها إثيوبيا من سنين وبتحاول بكل الطرق تحصل عليها. إثيوبيا عاوزة تحصر مصر من كل الاتجاهات، من النيل للبحر، ولما ما قدرتش تركع مصر بسد النهضة فكرت بسرعة في حل بديل علشان توقع المصريين وتضر مصالحهم واقتصادهم. يا ترى إيه اللي إثيوبيا عملته وإيه الصفقة اللي أبرمتها إثيوبيا بخصوص البحر الأحمر ومصر ردت إزاي؟ كل ده وأكتر هتعرفوا معايا في التقرير ده من 5 بالعربي. صفقة ميناء إثيوبيا في أرض الصومال، هي دي الصفقة اللي أبرمتها إثيوبيا مع جارتها الصومالية علشان يكون ليها مكان في البحر الأحمر. إصرار أبي أحمد على الحصول على منفذ بحري أو ميناء على البحر الأحمر كان من خلال تقديم عرض مغري جدا للصومال، اللي طبعا كلنا عارفين حالتها، والعرض كان تقديم حصة من الخطوط الجوية الإثيوبية للصومال والاعتراف بيها كدولة مستقلة مقابل إنها تسمح لإثيوبيا إقامة منفذ بحري على أراضيها. لكن ده مش أخطر حاجة عملتها إثيوبيا. في تصريح خطير جدا قاله مستشار الأمن القومي الإثيوبي رضوان حسين خلال توقيع مذكرة تفاهم واللي هتتحول لاتفاق رسمي خلال شهر تقريبا بين بلاده وأرض الصومال، إن إثيوبيا مش بس هتعمل ميناء بحري، لا دي هتعمل قاعدة عسكرية على البحر الأحمر ولمدة 50 سنة. رئيس أرض الصومال موسى بيه عبدي قال إن المنفذ البحري هيكون طوله 20 كيلومتر على أرض الصومال، اللي هي منطقة منفصلة عن الصومال، ودي ورقة الضغط اللي استخدمتها إثيوبيا لأنها وعدت رئيس أرض الصومال باعترافها بيها كدولة ذات سيادة. علشان نفهم أكتر ليه أبي أحمد قدم العرض المغري ده لأرض الصومال، هنرجع بالزمن لشهر أكتوبر اللي فات، لما أبي أحمد طلع وقال تصريحات ألزم خلالها إريتريا والصومال وديبوتي بتوفير منفذ بحري لإثيوبيا على البحر الأحمر. قال كمان إن الفشل في تأمين المنفذ البحري ده ممكن يؤدي لصراع عسكري في منطقة الشرق الأوسط، وكأنه بيهدد الدول المشاطئة للبحر الأحمر، ده اللي انتقدته الدول الثلاثة، وطلعوا نددوا بمطالبات أبي أحمد ووصفوها إنها بتتعدى على سيادة بلادهم المقدسة، واتفقت الدول الثلاثة دول على إن حدودها غير مفتوحة للنقاش. إثيوبيا كانت بتمتلك منفذ بحري بالفعل زمان، لكنها بداية من عام 1993 فقدت السيطرة عليه، وده بعد حصول إريتريا على استقلالها بعد مواجهات عسكرية كبيرة جدا استمرت 30 سنة. إثيوبيا في البداية كانت حاطة عينها على بناء عصب الموجود في إريتريا، لكن السلطات الإريترية رفضت ده رفض قاطع رغم عرض إثيوبيا 30% من خطوطها الجوية، وده كان مقابل كمان كهرباء السد العالي كان الثمن. لكن رغم المغريات دي رفضت إريتريا السماح لإثيوبيا التعدي على سيادة أراضيها. إثيوبيا بتستخدم ميناء في جيبوتي لكنها بتضطر تستخدم الطرق البرية، كمان خطوط السكك الحديدية علشان تنقل بضايعها من قلب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لميناء جيبوتي، بالإضافة لأنها بتستخدم مواني بإريتريا لكنها بمقابل رسوم زي باقي الدول. فتفتكروا ليه إثيوبيا عايزة ميناء خاص بيها على البحر الأحمر؟ هل قناة السويس هي السر؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.